الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التربية الدينية، واليوم مع الزواج في الإسلام. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم أنفسكم أو ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الزواج ده هو الوسيلة الوحيدة لبناء الأسرة القوية المسلمة التي تبني ولا تهدم، وتصلح ولا تفسد، وتعمر ولا تخرب، تتعاون مع غيرها على البر والتقوى ولا تتعاون على الإثم والعدوان. الإسلام شجع على الزواج ورغب في الزواج، حيث قال الله تبارك وتعالى، نفس الآية اللي قرأناها في الأول في البداية دي، اللي دايما بيقرأوها في كل كتب كتاب: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. طبعا الزواج وراه أهداف ومقاصد يحققها في الحياة الإنسانية، والزواج ده شرعة، يعني ربنا شرعه لنا كونية، وكل شيء في الكون قائم على المزاوجة ذكر وأنثى، ومن كل شيء خلقنا زوجين يعني ذكر وأنثى. والزواج هو السبب الوحيد لبقاء النوع الإنساني على طريق التزاوج والتناسل، يتحقق الهدف من خلق الإنسان أن يكون خليفة في الأرض. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظ. والزواج ده عبادة يستكمل بها الإنسان نصف دينه. دايما بقول لك إيه، أنا عاوز أكمل نصف ديني إيه الآخر. الدليل على ذلك أنس، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الباقي. قلنا في أهداف وغايات للزواج. طب إيه الأهداف أو إيه الغايات اللي حققها الزواج أو النتائج؟ تكوين أسرة مسلمة قوية. اتنين، تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين. ثلاثة، إشباع الغريزة بطريقة شرعية، يعني شرعها الله لا تغضب الله. أربعة، إشباع غريزة الأمومة عند المرأة وإشباع غريزة الأبوة عند الرجل. طب تعال نشوف عقد الزواج ليه أركان. ليه ست أركان. أول ركن من أركان الزوج وليه شروط يشترط فيه أن يكون ممن يحل للزوجة، يعني يكون ايه محلل ليها. ما ينفعش ايه اجوز واحد لاخته او واحد لامه، يبقى يحلوا له. الشرط الثاني ان يكون الزوج معينا، يعني ايه مثلا لو الولي قال زوجت ابنتي احدكم، في واحد 15 واحد قاعد 20، طب انت اتجوزت مين؟ لابد ان يقول، يحط ايدك في ايده، في ايد الزوج، يقول زوجتك فلانة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. ثلاثة، ألا يكون محرما بحج أو عمرة، لأن طبعا الزواج في الحج والعمرة بإيه بيتوقف بعد ما تفرغ من الحج والعمرة. إيه افعل ما تشاء، اللي هي الزواج، إجراءات الزواج. ده الزوج رقم واحد. الزوجة يشترط في الزوجة خلوها من موانع النكاح. يعني إيه الكلام ده؟ الزواج ده لابد أن يكون فيه صدق، فما ينفعش ان انا اقول ايه الزوجة عندها 20 سنة وكن عندها 30، اقول شعرها جميل وتكون هي ما فيش شعر خالص، يخلوها من موانع النكاح. اتنين، ان تكون الزوجة معينة، يعني ما ينفعش برضو كاجي كده لعشر 15 بنت واقول ايه انا هجوز ابني الواحدة من القاعدين دولي، بقى ان تكون الزوجة معينة. زي ما نقول كده في عقد الزواج، انني تزوجت فلانة بنت فلان على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. اربعة، ان لا تكون ثلاثة، الشرط الثالث في الزوجة ألا تكون أيضا محرمة بحج وعمرة. قلنا لأن إجراءات الزواج تتوقف في مسألة الحج والعمرة، بعد ما تخلص مناسك الحج والعمرة تزوج بره. الثالث، الولي، وده يكون من جهة الزوجة، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها سواء كانت صغيرة أم كبيرة، بكرا أم ثيب. إيه الدليل على كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. أربعة، الصيغة، اللي هي الإيجاب من ولي الزوجة، كقولي زوجتك أو أنكحتك ابنتي أو موكلتي، والقبول من الزوج، أو تزوجت فلان أو قبلت الزواج منه، ويكون الإيجاب من ولي الزوج ويكون القبول من ولي الزوجة. خمسة، الشاهدان، الدليل على وجوب الشاهدين لازم يكونوا موجودين ويمضوا على العقد، قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الصداق، أو نسميه المهر أو نسميه المؤخر،
ويستحب التيسير فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. الإسلام كره أو بيكره المغالاة في المهور أو الصداق أو المؤخرات لما في ذلك من تعب ومشقة، تؤدي المشقة والتعب ده إلى الفساد الخلقي والاجتماعي. ومن السنة تسميته في العقد، لازم نذكره في العقد بالأرقام، ويصح تعجيله مع العقد، ويصح تأخيره كله أو بعضه إلى أجل، ويتعلق بالذمة. وخلي بالك من المسألة دي، كل إنسان كاتب لمؤخر لزوجته، قال بعض العلماء يجوز له، بعض العلماء قالوا إن لابد للشخص أن يؤديه في حال حياته، ده يعتبر دين، ويصح أن تعجيله في العقد، ويصح تأخيره بعضه أو كله، ويتعلق بالذمة ساعة العقد. واجب الدخول بالزوجة، فإن طلقها قبل الدخول بها سقط نصفه، يعني لها نصف المهر، وبقي على الزوج نصفه لقوله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. يعني معنى الكلام ده، لو أنا كاتب مؤخر 20 يبقى هديها 10 عشان ما دخلتش بيها. تعال نتكلم عن المحرمات من النساء. الشريعة الإسلامية أو الإسلام حدد النساء التي يجوز للمسلم الزواج بهن تحديد واضح، وحرم أصنافا معينة. تعال نشوف التحريم: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، كلهم دول محرمات، وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. تنكحوا يعني تتزوجوا، مقتا يعني أشد بغضا، فاحشة عمل قبيح، ساء سبيلا يعني عمل سيء. المحرمات يا إما تحريم مؤبد يعني على الإطلاق خلاص، يا إما تحريم مؤقت وليه سبب، أول ما يزول السبب يجوز النكاح. أنه نتكلم عن محرمات تحريم مؤبد، وهم ثلاث أنواع: المحرمات بالنسب، من جهة النسب، الأم أمك حرام، والجدة اللي هي أم الأم أو أم الأب وإن علت، وجدة الجدة، البنت وبنت البنت وإن نزلت، يعني البنت وبنت البنت وبنت بنت بنت البنت تنزل كده، بنت الابن، الأخت وبنتها وما يتفرع منها، العمة والخالة، أيضا بنت الأخ مطلقا وبنت ابنها مهما نزلت، ده المحرمات بالنسب. طب المحرمات بالمصاهرة، يعني من ناحية الزوجة بالمصاهرة يعني بالزواج، تمام، المحرمات بالمصاهرة يعني بالزواج، زوجة الأب يعني المرأة والست اللي يتجوزها أبوك ما ينفعش أن يتجوزها حتى وإن طلقها وحتى وإن مات أباك عنه، وزوجة الجد كذلك. أم الزوجة، اتجوزت واحدة ما ينفعش بعد كده تطلقها وتتجوز أمها، لا يجوز، وجدتها وبنت الزوجة إن دخل بالأم. طب بنت الزوجة أو بنت ابنها، زوجة الابن أو ابن الابن، يعني ما ينفعش أبوك يتجوز امراتك أو يتجوز امرات ابنك، ده المحرمات بالمصاهرة. المحرمات بالرضاع، جميع المحرمات بالنسب، وتضيف لهم بعد كده الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ، بنات الأخت، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طب ايه الحكمة من النهي عن زواج المحرمات تحريم مؤبد يعني أبدي؟ أول حكمة إن الشرائع السماوية كلها والعقول السليمة والعادات القويمة كلها تنفر وتحرم الزواج من هذا النوع، وقال تعالى في نهاية الآية: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الزواج بالمحارم من جهة النسب أو المصاهرة أو الرضاعة يتنافى مع الفطرة التي فطر الله عباده عليها عن الناس، ويتعارض مع المروءة والشرف ومكارم الأخلاق، فالزواج يتطلب من معاشرة ومباشرة يتنافى ما يجب علينا من احترام وتوقير وإجلال. أيضا من ضوابط حسن الاختيار في الزواج، ودي إضافة، ألا يكون بين الزوجين قرابة، ده يعني من الضوابط يعني الحاجات اللي بتنظم الزواج، لأن بيقولوا لو في قرابة يعني حد من قرايبك من بيت واحد حتى كأنهما أخوان، يعني العرب كان لما بينشأ اثنين أو يتربوا مع بعض كأنهما كانوا أخوان، وكان العرب أخوان، وكان العرب يفضلون الزواج من الغرائب. ليه؟
يرون أن ذلك أنجب للولد وأقوى للبدن. فالقرابة التي تكون بين الزوجين القريبين، واحد يتجوز بنت عمه ممكن يكون متربي معاه، فيشعر بفتور في العلاقة بينهما بالزواج، ويترتب عليه أنه في نهاية المطاف أنه ممكن يطلقه. بل الذرية الأولاد ممكن يجي لهم أمراض وراثية، يعني طبعا بسبب الطلاق أو المشاكل بين داخل الأقارب، قد تنقطع أواصر المحبة والتعاون فيما بينهما. فيجب على الإنسان قبل الإقدام على الزواج أن يتجنب هذه الأشياء. أيضا المحرمات، القسم الثاني المحرمات، تحريم مؤقت، يعني بزوال السبب يتزوج الإنسان الشخص دي. اول حاجة اخت الزوج، يعني انا اتجوزت واحدة وطلقتها، ممكن تتجوز اختها بس بعد انقضاء العدة او يموت عنها زوجها. عمة الزوجة، يعني ما ينفعش اجمع بين واحدة واختها في الزواج، عمة الزوجة او خالتها الى ان تطلق بنت اخيها. انا اطلق الست اللي معايا واتجوز عمتها او خالتها، تمام؟ وتنقضي ايضا بشرط تنقضي عدتها او تموت. المتزوجة إذا طلقت أو مات زوجها تنقضي عدتها، ينفع أن تتزوجها. المعتدة من طلاق أو وفاة بعد انقضاء العدة ينفع تتجوز المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا آخر، وتفارقه بطلاق أو موت وتنقضي عدتها. رقم 6 الزائد على 4، يعني ما ينفعش الإنسان يجمع في عصمته أكثر من 4. يعني ربنا بيقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، تمام؟ 4 أكثر من كده لا، مش عاوز يبقى تطلق وتستبدل. ويحرم على الرجل الزواج بخامسة إذا كان يجمع بين 4. طب حكمة التحريم المؤقت إيه؟ هو الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب، لأن الجمع بين الواحدة واختها أو عمتها أو خالتها يولد التحاسد والبغضاء، وطبعا يخلي العواطف الغيرة بينهما ربما تؤدي إلى المشاجرات وإلى القتل وإلى غير ذلك. لذلك لما شرع الله تبارك وتعالى شرعا كان فيه صلاح لهذه البشرية، فعلى كل مسلم ومسلمة أن يقول سمعنا وأطعنا، كما قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.